صفحة 76، المفيد في اللغة العربية، وحدة الثانية، الأسبوع الرابع، أنامي الدقيقة، التطبيقات الكتابية. نقرأ النص ثم نشكل الكلمات المكتوبة بالأزرق. حان موعد الاحتفال بنهاية الأسس الأول من السنة الدراسية. أخبرت إيتو أستاذتها بأنها تريد الاشتراك في هذا الاحتفال بعزف قطعة موسيقية على البيانو. ظلت إيتو تتدرب أسبوعا كاملا دون أن تدري زميلاتها لذلك. في يوم الاحتفال رأى الجمهور فتاة صغيرة تعزف بأناملها الدقيقة قطعة موسيقية رائعة. لما انتهت وقفت لتحيي الجمهور الذي صفق لها بحرارة. إذن أخبرت أستاذتها زميلاتها. رأى الجمهور فتاة تعزف قطعة صفقة. أصل الكلمة بمعنىها بحسب سياق النص. تتمرن أنامل أصابع. أصل الاختيار المناسب، سيقام الحفل في نهاية السنة الدراسية أو في نهاية الأسبوع الثاني من السنة أو في نهاية الأسبوع الأول من السنة. في نهاية الأسبوع الأول من السنة. أشكر ما كتب لي أزرق. إذن إحنا قمنا بالشكل في الأول. وتم ملء الجدول. الفعل الصحيح ظلت، نوعه مضاعف. تعزف سالم. استخرج من النص فعلا لازما واخر متعديا واركبه في جمله. يمكن نستخرجه مثلا فعل سالم، اي فعل في سالم، مثلا فعل سالم فعلا لازما لا يحتاج الى مفعول به. وقف، نختار فعل وقف. وقف التلميذ احتراما لاستاذه. فعل متعدي اخبر. أخبرت الأم الأستاذة بغياب ابنها.